ده مثلا مع مصر يعني مثلا شنو يمتاز؟ صار بعد في المدى نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تحية طيبة لكم. تغطيتنا لهذا اليوم حول الطرش الموصلي، نكهة مرتبطة بجذور أم الربيعين، حيث تشتهر مدينة الموصل بإنتاج أجود أنواع الطرش والمخللات على مستوى العراق، ويتميز بجودتها وبمذاقها المميز، وهي من أساسيات مائدة الإفطار الموصلي في كل يوم، ولهذا تجد إقبال المواطنين عليها وعلى مدار الأسبوع، وخاصة مع بدء موسم الشتاء. فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مدينة الموصل جميع الطوائف يتميزون بالأكلات المميزة كالكبة والدولمة والمشويات، وتزين هذه مواعيد الطعام بالطرش الموصلي الشهير. والطرش الموصلي هنا في خاصة مدينة سهلينو في منطقة بعشيقة وقرية الفاضلية يتفننون بصناعتها. فالطرش الموصلي وهنا محل قاسم أبو علي للطرش مشهور في سهلينو، يكون سرة الناس كي يحصلوا على الطرش الذي يتزينون ويتفننون بأكلها وبمذاقها الطيب. منذ الصباح الباكر ألاحظ بأنه هناك طوابير يقفون أمام المحل لشراء الطرش، ما السبب؟ هو السبب بأن الطرش الموصل هنا يعني طعم ومذاق مميز جدا، فيكون الطلبية عليه كثير من أبناء الموصل، وذلك للمذاق الطيب الموجود، ويتفنون في نصب المواعيد وتزيين المواعيد بهذه الطرش الموصلي. يعني نستطيع ان نقول بان مائده الموصليه لا يخلو الا ولابد ان يكون معها طرش. نادرا ما يخلو مواعيد الطعام في الموصل من ماده الطرش المخلله، يعني يكون يقدم مع المشويات ومع الكبه ومع الدولمه، ويعني مع حتى يعني جميع الاكلات، حتى مع القوزي والاكلات العراقيه المعروفه والاكلات الموصليه المعروفه، نادرا ما يخلو مواعيد الطعام من الطرش الموصلي. نعم،
انتم يعني هناك دائما ما نسمع بانه حتى المحافظات القريبه وكذلك ربما حتى بغداد وبصره ياتون الى الموصل لشراء الترشي، وربما عندما تذهبون الى المحافظات الاخرى لابد ان تاخذوا كهديه الترشي الى العوائل البغداديه او عوائل الجنوب الموصل او شمال الموصل، هل هذه من باب الطرفه؟ يعني احد اصدقائي من كربلاء يقول لي دائما اذا تاتي الى مدينه كربلاء لم تجلب معك هديه الطرشي والراشي ايضا، يقول لا تاتي الى بيتي. يعني يطلبون هم الاصدقاء من باقي المحافظات من شمال العراق من كردستان ومن المحافظات الجنوبيه يطلبون الطرشي الموصلي يعني كنوع من الهديه نودي لهم اياه. دارج بين انه هديه تاخذ الى المحافظات وخاصه الاقرباء، هو ماشي هذا الشيء خاصه شرزات الموصل وطرشي الموصل والراشي، يعني هذا الشغلات من نروح نزور احد الاصدقاء في المحافظات الجنوبيه او المحافظات الشماليه نذهب ومعنا هذه الصوغه الهديه الذي نذهب بهم ويكون يعني كشيء مميز يعني هذه الهديه. ابرز انواع يعني من الطرشي المحبب لدى الموصليين وكذلك بقيه الاماكن، يعني اي نوع من الطرشي؟ الطرشي بجميع انواعها وخاصه الطرشي المدبس بدبس الرمان والطرشي المدبس بالدبس العادي يعني دبس التمر والطرشي الاصفر يعني هذا والمخلله اللي يكون على شكل يعني اللون الطبيعي ماله يميل على الحمار، هذه الانواع من المخلل ومن الطرشي يكون مرغوب في جميع محافظه نينوى. حقيقة الطرشي في محافظة نينوى يعني هي من الأكلات الشعبية، وهي محافظة نينوى معروفة بهذه الأكلات على مستوى العراق. طرشي حديثنا اليوم عن طرشي طيبة، بالخصوص الأخوة منذ أن عرفناهم حقيقة رمز للتفاني والإخلاص، و يعني طرشي بمعنى الكلمة، يعني حقيقة طرشي يمتاز بكل معاني الجودة من ناحية التصنيع، لا يضاف عليه أي مواد إضافية، طرشي طبيعي 100%. أجبرنا أن نكون معامل دائمين حقيقة للمحل لأخلاقهم الحميدة وجودة المنتوج في سهل نينوى على خاصة وعلى مستوى الموصل عموما. يقع مثل ما تشوفون الفرع الثاني هذا موجود حاليا في أمام جامعة النور، حقيقة أنا معميل منذ أن كانوا في مفرق الدراويش أزورهم دائما وعلى تواصل مستمر معهم. فيما يتعلق بالطرشي أنتم العوائل الموصلية ليش دائما يعني يكون إقبالكم على الطرشي وخاصة بالتحديد في موسم الشتاء؟ يعتبر الطرشي حقيقة من المكملات الرئيسية في الوجبات، كونها تنطي فد نكهة إلى كل أنواع الأكلات حقيقة. يعني الطرشي يعتبر كمشهي رئيسي لكل أنواع الأكلات الموجودة على المائدة الموصلية. بالنسبة للتأثير، هل عنده تأثير مثلا واحد مثلا عنده قولون أو مثلا معدة، هل هو تأثير أم هذا يساعد على يعني إفرازات ويساعد على تنظيف المعدة؟ بالعكس، هو أتصور أن الطرشي من المساعدات على الهضم، وحقيقة هي يعني فد أكلة جدا مفيدة لأنواع كثيرة من الأمراض خاصة المعدية منها. أنا يعني أنتم
لابد وان يكون مع الاكل الطرشي. الطرشي حقيقة يعني تعتبر يعني كمكمل لأغلب أنواع الأكلات، يعني حتى الأكلات يعني الذي لا يرغب بها أي شخص الطرشي يعني يقبله على شو اسمه يأكل هذه الأكلات. أنت من تجي تشتري إيش تشتري يعني دائما؟ أنا حقيقة الأخوة يعرفوني يعني ومن ذا البداية أن يعني خلطات يسموها VIP أغلى قليلا، ولكن هي يعني خلطة جدا رائعة حقيقة. يعني من الزيتون والثوم والطرعوز والفليفلة والخيار، يعني أنا بصراحة أحب الخلطة الخصوصي يعني تكون حادة جدا حقيقة، فالأخوة هم يعرفون رأسا يحضروا لي هاي الخلطة. يعني يومية تيجي تشتري لو كل أسبوع كل شيء؟ أنا عندي برنامج تقريبا كل أسبوع، أنا عندي كيلوين كل أسبوع أجي أتسوق من الجمعة. إذا جيت يوم على الأكل ما شفت طرشي إيش تسوي؟ حقيقة لازم أروح أشتري طرشي وأرجع مرة ثانية. من طرشي طيبة؟ نعم نعم من طرشي طيبة خاصة وخصوصا حقيقة ما عندي أي معميل ثاني. هم يعني دائما ما العوائل تشتهر بصناعة الطرشي، يعني عوائل مشهورة بالموصل أو بسهلنينة وبكل المناطق الموصل. نعم. ولهذا هل هذا يعني من العوائل المعروفة بالموصل على مستوى الموصل بأنه يكون لديهم تفنن واختيار يعني من النكهة الخاصة والبهارات الخاصة والتوابل؟ بصراحة أنا كموظف حقيقة بالدائرة وشهيتهم بجودة الخلطة حتى شوفتهم في النموذج كلهم يعني بصراحة ربعي من أهل الموصل حقيقة يعني تشوقوا ووعدوني أن يزوروا هذا المحل ويتسوقوا منه إن شاء الله في القريب العاجل. وفي زيارتك لمدينة الموصل لابد من عودتك محملاً بالطرش الموصلي، وهو من مكبوسات الخضروات بالخل. فالطرش الموصلي له طعم خاص لا يوجد في المخللات التي تصنع في المدن والمحافظات الأخرى، وعادة ما يكون بتخليل الخضروات بأنواعها، إذ ابتكر الإنسان منذ القدم طرقا عديدة لحفظ الأطعمة لفترات طويلة ومنعها من الفساد والتلف، وكان لهذا الابتكار أثر كبير في تطوير الصناعات الغذائية على مدى السنين، وتطور طرق الحفظ والتخزين للمنتوجات الغذائية. ونذكر منها على سبيل المثال كيفية خزن الطرشي على مدى عام كامل مع البقاء على نكهتها وشكلها وطعمها المميز. نرحب بقناة الأيام بأجمل الترحيب. وبالنسبة للطرشي، طرشي الموصلي يمتاز بنكهة المميزة وخلي التوابل المميزة، وطرشي يعني كل أيام ماشي يعني ويا الأكل. استخدام يومي نعم، وخاصة الخميس والجمعة يعني يمشي أكثر.
اقباله اكثر على اسمه. والطرشي في ايام المناسبات ايام العاشوراء والاربعينيه يعني ياخذون جماعه الجنوب يعني يمشي اكثر ان شاء الله. شهر رمضان اكيد هذا الشيء اكيد شهر رمضان يمشي اكثر. وموسم الشتاء موسم الشتاء طبعا اكثر يمشي مو مثل موسم الصيف. يمتاز بنكهة الخاصة والطرش الأصفر يعني الطرش العادي يمتاز بالتوابل الخاصة والطرش المدبس والطرش الرمان يعني. حكينا عن مكونات الطرش الأصفر. المكونات المكونات الطرش الأصفر يعني أو بالبداية ترعوز الخيار نشتري من العلوة نقبسه ماء ملح بعدين وأنا ما نقبسه نحلي تحلية بماء حلو وبعدين نخلي أول تحميضة نخلي خل عليه خل وورا يعني ورا ما خلي خل خلي خل ما اسمه ما يطرش عليه وتوابل خاصة منه. يعني العملية الكبسة الطرشي ماي ملح حسب اسمه يعني إذا مثلا يطول يمك سنة نخلي ملح زايد إذا مثلا مشي شهر زمان خلي شوي ملح أقل. ملح يجينا الملح من السماء وملح الخشن ملح الطعام بيود يخرب الطرشي. الطرعوز العراقي الطرعوز العراقي ينزرع منطقتنا سهل نينوى ومنطقة المهد ينزرع هذا الطرعوز العراقي مميز. السوري ما يعني مو مثل العراقي العراقي أحسن. مواد العراقي كله عراقية والخيار الخيار الناعم يجينا من طارمية دجل وطارمية خيار قلم درجة أولى يعني يجي موسم السادس والسابع يعني نأخذ كفايته نقبس الطرعوز والخيار. والله على يعني على مدار السنة يعني ما يقارب الطرعوز من 20 إلى 30 طن والخيار من 15 إلى 20 طن. عندنا مخازن كبيرة ونقبس من هذا البراميل سعة 100 كيلو ونقبس الحمد لله. فيما يتعلق بالأنواع الطرشي قلت الأصفر والرمان الموصل يمتاز بكل أنواع الأنواع الطرشي. الرمان أيضا ماذا؟ الرمان دبس الرمان دبس الرمان يأتينا من الحلبشة ونخليه عليه توابل إضافات من عندنا ويصير دبس الرمان. وأما المدبس الدبس نستخدم الدبس والشكر والكراميل والتوابل ماله وهذا مدبس. والطرشي الأصفر نستخدم مي ثوم العجم والهم توابل خاصة والعنبة الطرشي الأصفر هذا. المواد الإضافية الزيتون وال قلت ثوم العجم من وين يجيب معي؟ الثوم العجم من مستورد ايراني ما ثوم عجم عراقي ماكو كل ايراني يجي ثوم عجم ومواد اسمه كله عراقيه الطرعوز على الخيار على القرنابيط على اللهانه. ها وبالنسبه عندنا موسمين موسم صيفي نقبس طرعوز خيار وفليفله وموسم الشتوي قرنابيط على اللهانه على الشلغم على الماز التفاح وعلى مخللات المخللات هذا شيء مميز يمشي. بالضبط نقبسه عندنا مخازن بالفاضليه نقبسه اسمه مواد وبعدين على كم يعني كميه اللي نمشي بالمحل شويه شويه ونجيب يعني على مدار السنه. نعم. شلون الاسعار؟ والله الاسعار رخيص ما شاء الله يعني الطرش العادي ب 2000 دينار الاصفر. المدبس بالموصل يبيع ثلاثة أنا أستعمل مشهور بسين لينا قاسم أبو علي الطرش المدبس والرمان يبيع كيلو بألفين ودرجة أولى. نعم إحنا دائما ما نشوف يعني أكو إقبال على الطرش مالكم. الحمد لله يعني طعم جودة طعم جودة وتوابل خاصة أخلي بالطرشي. والعمل مستمر يعني خلال. عمل مستمر خلال يعني رمضان وأيام الشتاء يمشي أكثر وبالمناسبات عشر محرم والأربعينية. الموصل هناك كثير من العوائل مشهورين بالطرشي سواء كان عائلة طه ملك وكذلك عائلة بقية العوائل بني الشيت أو عوائل موجودة مثلا ممكن تذكر لي أبرز العوائل الموجودة مثلا في المنطقة أو في يعني بالنسبة للموصل المشهور طرشي شفاء نبي شيت أبو العز تحياتي من قناة الأمين تحياتي لأبو العز وطرش طه الملك وطرش الأم الربيعين هذول المشهورين. وبالمنطقة طرش الفاضلية أنا وأخوتي داخل سوق برطلة مش يعني مشهورين وطرش الطيبة عمينا مشهور. عندكم أفرع له
عندي عندنا فرع الاول بالسوق اخوتي بالسوق داخل برطلة، وفرع الثاني قاسم ابو علي انا. والطرشي الطيبة ايضا مشهور بالسهل لينا مشهور، على مستوى السهل لينا مشهور. وبالنسبه لاسمه الزيتون، احنا مثل ما يقول من 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 ابانا واجدادنا مشهورين بالزيتون، يعني منذ مئات السنين يعني احنا مشهورين بالزيتون، كبس الزيتون، لان منبع الزيتون من الفاضليه، يعني ما يقارب مليون شجره زيتون اكو بالفاضليه حاليا. والطرشي الموصل شوي اقدم من عندنا، هم بالخمسينات، احنا اشتغلنا بالطرشي بدايه التسعينات، بس احنا بالزيتون كبس الزيتون اقدم من عندهم من الموصل. وهل اهل الطرشي الشفاء والطرشي المصري يجون يسوقون من فاضل الزيتون بالنسبه للزيتون؟ نعم، يعني تاخذون، يعني يجيكم من المحافظات الاخرى مثلا، او يعني البضائعكم تروح على المحافظات الاخرى؟ نعم، هالشيء اكيد يروح على الجنوب، على كل المحافظات الزيتون والطرشي يعني يروح. شنو اللي تخلي نكهه الطرشي تكون مميز عن بقيه المحافظات؟ توابل، اهم شيء التوابل الخاصه، احنا عندنا توابل الثوم العجم ينطي نكهه بالطرشي. بس اهم شيء يعني الطرشي كله، الترعوز كله نفس الترعوز والخيار، بس اهم شيء التوابل الخاصه، التوابل والثوم العجم يعني يعطي نكهه للطرشي. اكو خزن، اكو قسم يخلون مثلا بالدبابي خشب وانتم البلاستيك، هل اكو فرق بينهم؟ ونفس الشيء يعني هسه حاليا، القبل ايام القبل كان يخلوه بال اسمه فخار او خشب، ايام القبل. هسه تعرف التكنولوجيا تطور، هسه كله براميل، يعني خزن هسه كله براميل، براميل عنده 100 كيلو عنده 150 كيلو نقبس بيه، ترعوز على خيار على المازه ومواد يعني شيء درجه اولى نقبس. طرشي مخللات الطيبة، فرعنا الأول في بحشيقة مفرق أبو جرباع، وفرعنا الثاني برطلة سايدين قابل كلية النور. بالنسبة طرشي، عملية كبس الطرشي ماء وملح، وملح الخشن ثم نحليه خل التمر ثم ماء طرشي، وعملية نقل إلى المعرض طرشي ثم بيعه. يعني قبل ما تبدون بعملية المواد من وين تجيبون؟ مواد من علوة نشتري كله، اشتري ثم نكبسه. من العلوة والفلاحين يجيبون؟ الفلاحين يجيبون واصل للبيت للمعمل، ثم نكبسه ماء ملح الخشن، ثم نحليه من ملح، ثم نقطعه ونحوله إلى محل إلى المعرض. ملح الخشن لكي يحافظ عليه، ايه، وملح الناعم ما يصير بيود. ايه. ايش يسوي بالمواد؟ يعني يخرب المواد كله. من تجيب المحصول من الترعوز والخيار للمعمل ايش تسوي؟ ايه، اول شيء نظرفه كله ونخليه بالبراميل وماء ملح الخشن. ونرتبه ترتيبنا، وكل من عملية كبسه حسب طريقته نكبسه. والملح الخشن يطول مثلا أول 10 أيام يصل، وعاد يطول بيدنا سنة حسب يعني الإنتاج. إيش دائما يكون الكبس بأي مواد؟ هو خيار وترعوز وقرنابيط ولهان ألمازة ما يقولون به، تفاح أرضي وفلفل حاد وحلو والشلغم. لمدة سنة يستغرق عمليته يستغرق لمدة سنة زمان. يقولون يعني قسم بعض المعامل يكون فيها تيزاب أو مواد؟ لا ماكو هيك شيء، تيزاب ماكو هيك شيء، حامض الخليق ما يسمى بالعامية. حامض الخليق ونحليه من الملح ثم ماء الطرشي ونخبط وياه حامض الخليق، وهذا عالميا الصحة الدولية مراقب عليه. يستمر لمدة سنة بداية عملية كبسه، ما نخلط وياه حامض بس ماء وملح،
وايش قد ما نحتاجه بالمحل ونطلعه به ونحليه من الملح وحامض خليك بس. ومن تجيبه للمحل شلون يعني يكون بالعرض هاي الطريقه؟ من معمل الى المحل الى المعرض ثم بيعيه الى الزبون. ايه ابرز انواع الطرشي الموجوده حاليا؟ والله الطرشي طرشي رمان ومدبس وعادي، واخر ايام طلع طرشي بالتمر هندي. تمر هندي طبيعي ما شقلاوه، يعني ورا السقوط هذا طرشي درجه اولى تمر هندي. مكونات الطرشي الرمان اولا، طرشي الرمان والطعم من طعم الرمان، ورمان طبيعي ما شقلاوه وما الحلبشة نخلطه وحسب طريقتنا وبهارات متبلات خاص لنا. ما نضيف اي شيء وياه غير الاطعمه وطعم رمان طبيعي، خلطه رمان طبيعي. يعني من طرش الرمان، واما الدبس الكراميل والدبس دبس مضبوط، يعني دبس طبيعي ماكو اي شيء وياه، وبهارات ومتبلات وغير ما يطرشي يعني من البهارات تستخدموها عندكم بهارات خاصه؟ هو بهاراتنا الخاصه ما طرشي، يعني ما مثل ما يقول ما البيت وما بهارات ما طرشي يفرق عن بهارات البيت. من وين تجيبون البهارات؟ البهارات والله من العطارين نجيبوه، هو خلطه خاصه عندنا يعني ما طرشي. يعني كيلو المقدار الكل حسب نوعيه طرشي رمان وطرشي مدبس له مقادير خاصه. ايه اكو من يخلون مثلا ترعوزي والخيار على النار لمده دقيقه دقيقتين، هاي شنو؟ لا لا ما البيوت المعامل طرشي ما يسوون هيك، يعني البيوت يسوون هيك حتى بساعه يصل، لا نحن هيك ما عندنا ما يملح نقبس وغير شيء لا ازيد. اكو دعايات يقولون خلون عليه التيزاب وشيء، هذا الشيء ماكو. يعني بالنسبه الترعوزي والبقية المكونات الطرش، يعني منشوف بأنه الطرش الموصلي يكون لونه بهاي اللون الأصفر أو يختلف عن بقية المحافظات، شنو السبب؟ طرشينا حسب كل من حسب طريقته لونه أصفر جذاب ما يقولون عليه. إيه وكل رمان رمان طبيعي مثل ما يقول، والدبس الأسود. ما كان اكو مثلا دبس الرمان او دبس مثلا حاليا، هل هاي مستحدث لو شلون يعني هاي طريقه موصليه؟ القبل كان اكو بالموصل بس طرش العادي وبالجنوب والمدبس وبالشمال رمان، اسهل المحافظات على العراق عام عموما مثل ما نقول من الموصل للرمان مدبس وعادي ندزه على الجنوب عام. قبل 4-5 سنوات طلع هاي؟ والله نقول قبل 10 سنوات، اقل من 10 سنوات. زباينكم من وين دائما يكون؟ والله من الشمال، نحن على الطريق العام بارطلة اربيل، جماعة الاكراد اخواننا الكراد يجون يسوقون من عندنا، يروح على اخواننا الجنوب على الصوغة الهدايا، والاخوان يروحون على الزيارات. ايه كل مكان ياخذون الطرش الموصلي؟ لا لا الحمد لله والشكر، نحن على الشارع العام يومين ندز صوغة على الشمال وعلى الجنوب. يعني اقبال المواطنين ايضا اكو عليكم؟ الحمد لله، خاصة خميس جمعة انت تعرف واحد يجي له خطار، والمايدة بدون طرشي ما يفيد. ايش قد صار لك تشتغل بالطرشي انت؟ انا تقريبا صار لي 10 سنوات 11 سنة اشتغل بالطرشي، وقت ما تهجرنا قبل 3-4 سنوات اشتغل لحد الان. يعني انتم ايضا الطرشي يعتبر يعني يعني مهنة متوارثة عن الجد وعن الاب وعن طبعا اكيد شيء اكيد هذا. يا ما بدنا معاك تواصل.
مع بني ما عندها في كوريا. كوريا دائما ما بعرفش ما بعرف كوريا. بس لك إن شاء الله ما هو الشيء ذكي. هذا النووي ما بعرف. نعم ما بعرف. عليه السلام. والله يصير كوريا شيء ما بس نعم عشان ما تمشي فيه. جاي بعد. ويشتهر الموصل عن المدن الأخرى بطريقة العمل، حيث يصل الخل إلى قلب الخضار دون أن يحدث ليونة أو ضعفا في بنيته، مما يجعل طعمه مختلفا عن المخللات في المحافظات الأخرى. وفي تاريخ الموصل محلات معروفة اشتهرت ببيع الطرشي، وعلى مدى 100 سنة ماضية فهناك محلات طه الملك، ومحلات حاج شيد، ومحلات السماك، ومحلات الشفاء، وكذلك محلات الطيبة. ولا يزال الموصليون يتحدثون عن ذكرياتهم عن الطرشي الذي كانوا يشترونه من هذه المحلات التي اشتهر أصحابها بصنع الطرشي. والله جت عنا من الكلكليه أنا مال الطرشي، معاملة الولد والله خوش معاملة ويانا. أخذ الزيتون أخذ الطرشي وأطلع، تقريبا صار لي شهرين والله أجي عنده، معاملته زينة وخوش طرشي وبارك الله بهم. ليش تختار هاي الطرشي الموصلية؟ والله طرشي من الموصل، طرشي الطيبة، خوش طرشي واجي اخذ من عنده. شنو السبب؟ والله طيب مذاق. باربين ماكو؟ والله اكو بس يقطع عقلي انا اجي اخذ من هنا. المواصل دائما يكون والله شغلات الموصل انظف وارخص، على قولت الكردي هرزانه. هرزانه؟ اه. وشنو اللي دائما تشتري انا وعمل الطرشي؟ والله الطرشي ازيد شيء اللي اخذه خيار وترعوزي وثوم عجم. والزيتون هذا الفلسطيني اللي يجي عندهم. يعني شغل مرتب. اي نعم شغله نظيفه ومرتبه. واذا ما كنت ترشي على الاكل ما تقبل. والله ما اقبل والله، خاصه يوم الجمعه يعني ما بي مجال، لازم اجي اخذ من هنا. الترشي على مثلا اي شيء مسويه؟ والله اي اكله هي المفضله عند المواصله. كبه، الدولمه. وخاصه موسم الشتاء. يعني. اي نعم اي نعم والله خوش طرشي ومعاملتهم خوش معاملة اهل المحل وبارك الله بهم. دائما تعرف بانه بعشيقه يكون دائما الشغلات اللي ببعشيقه دائما هي مضبوطه، هي الشيء المضبوط عندهم. يعني ما يضيفون الصبر او شيء؟ لا 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 ماكو هاي الاشكالات، كله طبيعي وعادي، ونجي ناخذ من عندهم يعني حتى المذاق مالها طيب. يوميا تشترون طرشي لو كل يوم؟ والله كل 3 ايام اجي اخذ، كل يومين 3 ايام الولد يعرفني دوم اجي انا اخذ ويعاملني خوش معامله وبارك الله بهم. الله يعافيك. والله إقبال الطرشي هو تدري عائلة الموصلية أغلبيتها إذا ما ثلاث أرباعها الطرشي هو محبوب بالأكل وينطيك خلينا نقول نكهة وملذة بالأكل، الشهية يفتح لك الشهية. فإحنا عادات وتقاليد أهل نينوى أجمع
فيعتنون بأكلات الطرشي زين. فهذا يعني تعرف رمضان قبل رمضان هاي الطرشي لازم بكل وجبة موجود، إذا الزيتون إذا خلينا نقول المشتقات مالتها، فينرغب بالأكل، نرغب الطرشي مرغوب عندنا. أي نوع دائما؟ والله الطرشي بأنواعه مرغوب، عندك الرمان، عندك المدبس، المدبس اللي يقولون عليه اخوتنا اهل الجنوب، يعني احنا نتحداهم والله العظيم. عندك الرمان ما ينوصف، وعندك العنبه بعد فتشي، العنبه فتشي زين. فالمدبس يتفننون هناك، لا بالجنوب اخوتنا اي هنا لا، هنا ينطيك يعني ملذة خاصة هناك. الله وكيلك اني اداوم عسكري، وهذه يعني من ياكلون الطرشة اوديه معايا للدوام، غير يقولوا لي ابراهيم جيب لنا، اودي لهم معايا كل ما اروح 5 كيلوات هاي الدبية زين، فيعتنون بي اني من اجي عليهم اقول لهم فتشي تخلوا لي اني اوديه لهناك صوغة، فالرجل يقوم يعني شلون تقول يعتني به. هدية المفضلة تأخذه؟ طبعا الطرشي، الحلاوة زين، عندك الراشي، هذا يعني فتشي خلينا نقول صناعة موصلية وبيها نكهة حلوة، نكهة حلوة. اي طبعا عندك الطرشي البارحة طعمني الحلاوة ما تنوصف، تموع بالحلق زين. اي وعندك هذا الطرشي اللي هسع الزيتون اللي الجديد خلينا نقول عليه، هو مو جديد ولكن المضبوط الشوي، الزيتون الشوي هذا فتشي زين. الزيتون الشوي هذا شوفوا، هذا يعني لا يدخل لا معامل لا شيء زين. يعني البارحة أنا تقريبا ربع ساعة على ما تشالي كيلو أقول له خصوصي خلينا نقول زين، عنده غالي، عنده مناسب. بس طبعا احنا خلينا نقول احنا اللي جماعة الموصل الموصليين خلينا نقول لا ناخذ الشيء زين، هو ولو الطرشي مال الموصل لحد يتقارش وياه، طرشي الموصل لا حد يتقارش معاه. كل المحافظات انا جاي اقول لك عسكري، وعندي ابو النجف، عندي ابو الناصريه، عندي ابو العماره زين. تدري نقعد شباب وهذا يقول ابراهيم احنا ما نشوف هيك طرشي، يعني ماكو هيك طرشي. لازم يكون في اسباب، طبعا 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 الخزن، الحفظ، اكو هناك قسم يسوون خلينا نقول يحطون عليه تيزاب ما ادري شلون، هذا لا، هنا مواد حافظه ولا بي لا مواد خلينا نقول تيزاب ما اعرف ايش، لا هالسوالف لا ما مو زينه. قبل يبين بالاكل الطرشيه تصير حاده، هنا لا تاكلها مثل ما هي. الله يعافيك حبيب قلبي. لا تفارق الطرشي والمخلل موائد مدينة الموصل الغذائية، وخاصة في الغداء والعشاء، وخصوصا عندما تتزين بالكبة الموصلية والبرياني والمشويات.
قد وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامجنا لهذا اليوم، نستودعكم وإلى اللقاء. Thank you.